السلام عليكم. حنا من الناس المتضررين ديال العنوان. كانت قطعت علينا حنا الاتصال على وليداتنا اللي حسبنا متوقف على العمل، ومن جينا عند الاداره ما غادير معنا حتى شي حاجه. عينا ما نتصلوا بها ما بدون جدوى، رغم هذاك الشيء اللي حنا متوقفين على العمل. طالبت لينا بغينا نجيو نخلصوا، قلت لنا اجيو خلصوا، حنا ما كنعرفوش داك الشيء. ورغم هذا الشيء حنا مع 4 سنين تقريبا كنخلصوا في الوقت ديالنا، في اخر الشهر الاخير ديالنا قطعت علينا الاتصال ديالنا الوليدات. وبالنسبه لنا مضر، انا من ناحيه العمل ولا من ناحيه متوقف على العمل. انا هنايا تواجدت في حديقه جميع الاباء المتواجدين هنايا. حنايا ما راضينش اولا على القراءه عن بعد، لانهم ما كيستافدوش اول حاجه. ثاني حاجه انهم الدبابين متضاربين، والمؤسسه كطالبنا كطلب واحد المبلغ الشهري اللي كنا كنعطيو، ولكن حنا ما بقيناش يعني الخدمات اللي كتعطي المؤسسه ما بقاتش بحال الاول، لان المواد نقصوا بزاف. مثلا كانوا كيقراو 10 المواد ولاو كيقراو غير دابا 5 المواد ولا 4 المواد اللي كيقراو. ومتضامنين مع الاسر المتضررين في هذه الجائحه اللي واقع علينا، اللي العالم كله متضامن مع بعضياته، وحنا متضامنين معاهم، متضامنين مع هاد الاباء. وكنطلبوا من هذه المؤسسه دير معنا شي حل، انها تنازل بعدا على شهر 6 ما نخلصوش، والنقل المدرسي لانه ما نستافدينش منه، والنصف ونخلصوا النصف في شهر مارس وابريل ويونيو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا جينا عند مولات المؤسسه مع الظروف اللي كاينه، كنطلبوا منها دير لنا التخفيضات في الاداء. ورفضت معنا حتى الجلوس على الطاوله في الحوار، رغم الظروف اللي كتعيشها البلاد والعالم كامل. حنا كنطالبوا منها تخفيض الاداء، وكنطلبوا منها تخفيض الاداء، وكنطلبوا تخفيض لنا شهر 6 هذا. وحنا راه مضرورين، حتى حنا راه عندنا الامور ناقصه، راه ما كرهناش. احنا راه كنخلصوا طول العام، وحنا كنخلصوا 3500 درهم، وفي الاخر هما نقصوا لنا دابا كلشي الامور وقفات، وهذه بغينا غير تنقص لنا النص ديال الاداء الا كان ممكن. حنايا كجمعيه اباء واولياء التلاميذ راه حنا درنا هذه الوقفه احتجاجيه تعبيرا على واحد ثلاثه النقاط هما اللي مهمين، بلا ما نذكروا الجشع ديال المدرسه، بلا ما نذكروا داكشي اللي دارت مع الناس اللي ما مزيانش بزاف ديال الحوايج. ليسونسيال هو اننا كنطالبوا باش شهر 3 و4 و5 و6 بالنسبه للناس المتضررين انهم غادي يتعفاو، والناس الاخرين غادي يخلصوا العلام شراجين 3 و4 و5 غادي يتعفاو منهم الناس المتضررين من 6، والناس اللي شويه يقدروا يخلصوا غادي يخلصوا النصف. هادشي باش كنطالبوا ديال 3 و4 و5 و6 وكلشي يتعفى من الخلاص ديالو. السلام عليكم، انا عبد الوهاب الحمومي، مؤسس لمدرسه خاصه بالقنيطره ايتاب بور ليكسيلونس، ولكن هنا في اطار تفويض من زميلتي اللي هي مؤسسه العنوان، اللي ارتأت انها تجاوبكم على الاسئله ديالكم وتوضح بعض النقاط. مؤسسه العنوان بحال جميع مؤسسات القنيطره قررت انها تكافل وتضامن مع اباء واولياء الامور اللي تضرروا من هذه الجائحه في حدود امكانياتها، لان ما خصناش نديروا جميع المؤسسات في سله واحده. هناك مؤسسات حديثه، مدينه صغيره او متوسطه، ومؤسسه ديال العنوان راها جمعهم كاملين. اذا قررت المؤسسه، اعلنت، لان القرار كان قرار المؤسسات بصفه عامه في اطار التضامن والتكافل والحس الوطني، قررت انها تضم مع هاد الناس هادو في حدود الضرر الذي حصل لهم، يعني ان لابد من دراسه كل حاله على حده. والناس اللي ما تضرروش، هاي اللي الدخل ديالهم لم يمس في هاد الجائحه، انهم يخلصوا المستحقات ديالهم باستثناء النقل والتطعيم. بعض اولياء الامور ما عجبهمش هذا الشيء، قله واكد على انهم قله، لان التفريغ ديال الهواتف اثبت انهم قله، والناس اللي حضروا اليوم في الوقفه الاحتجاجيه كيبين بلي انهم قله، ولكن حنا ماشي هذا هو المهم، لان وراء كل محتاج هناك طفل
حرم من حقه في التمدرس ويجب الاهتمام به رغم قلة العدد. هاد الناس استغلوا المعطيات الشخصية ديال منصات التعلم عن بعد اللي قامت بها المؤسسة وقاموا بتكوين مجموعات ضغط تجاوزت الهدف هذا ووصلت إلى حدود السب والشتم وإلى غير ذلك. بينما التلاميذ قبل ما يخرجوا من منصات التعلم عن بعد نوهوا بالأساتذة واعتذروا لهم وقالوا لهم احنا مجبرين على الخروج لأن الآباء أو الأولياء على خلاف مع الإدارة. اللي هو مثبت هو أن المؤسسة ولا يمكن للمؤسسة المسؤولة بحال مؤسسة العنوان أنها تخرج شي تلميذ من منصة التعلم عن بعد بغض النظر عن الحيثيات. لهذا الله يخليكم المؤسسة جميع المؤسسات وأولياء الأمور راهم في خندق واحد والدولة كلها في خندق واحد لمحاربة جائحة أصابتنا يجب أن نخرج منها بأقل ضرر ممكن للوطن وللمواطنين. حفظ الله الجميع وشكرا.